هذا يقول انه انصرف من مزدلفة، هذا سؤال في الحج، هو وزوجته الساعة 11 من الليل، يعني قبل نصف الليل، لكن يقول نحن محتاجون للانصراف، لأني مصاب في رجلي، فهل علي فدية؟ إن كان انصرفت من أجل العلاج، ما تستطيع تبقى في مزدلفة لأن رجلك تألمك وتحتاج إلى علاج، تروح للمستشفى، أنت معذور، ليس عليك شيء، وهي معذورة لأن ما تستطيع البقاء وحدها. أما إذا كان انصرافك ليس للعلاج وإنما لأن رجلك ما هي جيدة، فلا، ما هو هذا عذر، حتى لو انصرفت من مزدلفة رجلك هي رجلك، فيكون عليك فدية، يكون عليك فدية عن الانصراف قبل وقت الانصراف.